إلى الملف التونسي، حيث انتخب البرلمان التونسي الجديد زعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، انتخبه زعيما أو رئيسا لمجلس النواب في مهمة تبدو شديدة التعقيد وتكشف شكل التحالفات الممكنة في الحكومة المقبلة. ونافس راشد الغنوشي عدد من المرشحين للأحزاب السياسية الأخرى كالقيادي في حزب التيار غازي أشواشي والنائب عن الحزب الدستوري الحر عبير موسى. وتظهر هذه التحالفات التي يبدو أن النهضة نجحت فيها برئاسة البرلمان، تظهر تحالفات الكتل البرلمانية الأخرى التي يمكن أن تتحالف لتشكيل حكومة تونسية قادمة. معي لتسليط الضوء على هذه التطورات السياسي التونسي والقيادي في حركة النهضة دكتور محسن السوداني، ونبدأ النقاش بعد هذا التقرير. طريق حركة النهضة لرئاسة البرلمان غير مفروشة بالورود، وهي لبلوغ هذا المنصب محتاجة لدعم وظهير من أحزاب أخرى تضمن لها الأغلبية التي يحتاجها المرشح لترأس المؤسسة التشريعية. أما افتتاح البرلمان التونسي جلساته بمشهد سياسي جديد أفرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة، زادت التكهنات حول هوية من سيقود البرلمان في الولايات الجديدة. للرئيس أكبر المرشحين هذا الرجل راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الذي حصل على دعم مجلس الشورى لترشيحه لهذا المنصب. بلغة الأرقام فدعم الحركة للغنوشي يبقى غير كاف، فهي في حاجة ل 57 صوتا من خارج النهضة لتحقيق الأغلبية، ما يعني حاجتها للتحالف مع أكثر من حزب سياسي. وتلك مهمة معقدة، فهناك أحزاب أعلنت معارضتها التصويت لأي مرشح من النهضة، وأخرى وضعت الحركة نفسها خطا أحمر للتعامل معها، لولا أنه في السياسة تخضع أمور كثيرة للمفاوضات والتنازلات، فهي مثل رقعة شطرنج متحركة لا ثابتة فيها إلا للقطع الرابحة. تعلم الحركة ذلك جيدا، وقد أظهرت قدرة كبيرة على إدارة أصعب التحالفات السياسية. ألن تعوزها الكياسة السياسية هذه المرة أيضا لضمان كرسي البرلمان لزعيمها؟ وفي أي مفاوضات فهناك أخذ ورد، وحصول النهضة على أصوات كتل نيابية سيقابله وعد من النهضة بالتنازل في ملفات أخرى. وهنا يدخل منصب رئيس الحكومة على الخط، فالحركة التي قالت إنها متشبثة بترشيح رئيس للحكومة من صفوفها تركت الباب مواربا أمام اختيار مرشح مستقل ربما لا يحمل أي لون سياسي، وهذا مطلب قوى سياسية كثيرة اعترضت على تسلم النهضة دفة الحكومة. هذه بتلك البرلمان مقابل الحكومة ربما هي المعادلة التي قد تقنع البعض بتعبيد الطريق أمام النهضة وزعيمها لرئاسة البرلمان. دكتور محسن السوداني، تهنئة لكم في النهضة على فوز زعيمكم راشد الغنوشي برئاسة البرلمان ب 123 صوتا، هذه الأرقام كيف تقرؤونها أنتم في حركة النهضة؟ من الذي أوصل الشيخ راشد الغنوشي وأقصد الكتل البرلمانية للرئاسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، تحية ليك وتحية لقناة الحوار ولكل السادة اللي تابعوا فينا. يعني النتيجة التي تحصل عليها الأستاذ راشد الغنوشي للوصول إلى رئاسة البرلمان التونسي كانت بالتنسيق مع جملة من الكتل وجملة من المستقلين. أذكر على سبيل الحال، على سبيل الذكر وليس الحصر، كتلة الائتلاف، قلب تونس، تحية تونس، بعض المستقلين. صحيح أن تحية تونس لم يصوت جميعه، ولكن على كل حال جزء مهم منه صوت. طيب، هذه إذن الذين صوتوا لكم، ما انعكاس هذا التصويت على شكل التحالفات المقبلة في البرلمان التونسي؟
ما من شك أن الذين صوتوا للأستاذ راشد غنوسي ليصبح رئيس البرلمان سيكون لهم دور حاسم ورأي حاسم ونصيب مهم في تشكيل الحكومة، اللهم لأن يكون لديهم رأي آخر. ولكن نحن في حقيقة الأمر ننوي الذهاب إلى كل الأطراف السياسية حتى الذين لم يصوتوا الأستاذ راشد غنوشي، ما زال لدينا بعض الأمل في أن نتحاور معهم ونتناقش معهم لجلبهم إلى مربع الحكومة، لأننا في مرحلة نعتقد أنها مرحلة مهمة جدا حساسة تقتضي تجميع أكثر ما يمكن من الحلفاء والشركاء للتصدي المهمات التي تنتظرنا جميعا. معناها التحديات التي تنتظر الحكومة المقبلة هي تحديات ثقيلة جدا. أذكر على سبيل المثال عندنا 19% نسبة أمية، عندنا 16% نسبة البطالة، عندنا 100,000 تلميذ ينقطعون سنويا عن الدراسة، عندنا 2 ملايين من التونسيين لا من العاملين لا يتقنون القراءة والكتابة، عندنا نسبة 81.1% من نسبة العنوسة، عندنا بنية أساسية مهترئة. طب ولكن هذه كلها على أجندة الحكومة القادمة. الذي قمتم به اليوم تحالف مع نبيل القروي بعد ممانعة من حركة النهضة بأي شكل من الأشكال لأي تحالف مع حزب قلب تونس، ألا يبدو ذلك تنازلا وتراجعا منكم؟ هو الحقيقة خليني نذكر بجملة من المعاني. أنا أعتقد أن الخطاب الذي ساد خلال الحملة الانتخابية والجزء الخاص منه في علاقتنا ببعض المنافسين سواء قلب تونس أو الحزب الدستوري الحر اللي كانت فيه العلاقة معناها يشوب شيء من التشنج والتوتر، كان هذا الخطاب على قدر كبير من التشنج والتسرع. ربما أملات الحملة الانتخابية واللي هي أمر معتاد في كل الديمقراطيات وفي كل الحملات الانتخابية، لأن كل طرف يسعى بطبيعة الحال إلى استجلاب أكثر ما يمكن المصوتين والناخبين، ولكن على كل حال أنا أعتقد أنه كان في قدر من التسرع يقتضي التوقف، لأنه في حقيقة الأمر كل من دخل تحت الدستور وتحت القبول باللعبة الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة والشفافية وقبل بهذا الدستور العام لا يجب أن نصيبه العداء. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنصارنا أنفسهم، ناخبين أنفسهم الذين كانوا يدعمون الخيار باتجاه القطيعة أو باتجاه عدم التحالف مع قلب تونس أو بقية الأحزاب اللي عندها نفس شوية عداية وإقصاء، هم أنفسهم الآن بعد أن رأوا الحوارات متعطلة مع التيار الديمقراطي ومع حركة الشعب، هم الآن يشجعون على المضي قدما في تشكيل الحكومة مع من مع كل الأطراف التي تريد بما في ذلك قلب تونس نفسها. يعني المزاج العام للناخبين، المزاج العام للذين صوتوا لحركة نفس أنفسهم بعد ما شافوا الاجتماعات الماراثونية والاتصالات الكبيرة التي قمنا بها مع الطرفين الأساسيين الأخرين اللي هما حركة الشعب والتيار الديمقراطي، هم أنفسهم الآن يدفعوننا ويشجعوننا على المضي قدما في تشكيل الحكومة حتى ولو أبا هذين الطرفين. جميل، ما الخلاصة حتى الآن؟ هذه المشاورات التي يبدو أنها قد بدأت، هل وصلت لتوافق على رئيس الحكومة القادمة؟ لا، ما زلنا احنا هذه الليلة نعقد ان شاء الله المكتب التنفيذي لينظر في مجريات الجلسة اليوم، في النتيجة يقرأ النتائج، يقرأ المواقف، لانه الجلسة متاع اليوم اعطتنا خريطة جديدة للمواقف وتصورات جديدة، يستأنس بالنتيجة. ولدينا غدا إن شاء الله صباحا على الساعة 7 جلسة لمجلس الشورى دعينا إليها بصفة مستعجلة، لأنه مجلس الشورى مازال في حالة انعقاد للنظر بطبيعة الحال البدء في الموضوع والخروج بقرار ينص على الاسم الذي سيقدمه السيد رئيس الحركة للسيد رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة. وهل سيكون من حركة النهضة كما تصر النهضة حاليا؟ كل شيء وارد، نعم محتمل جدا، مثل ما قال الأستاذ راشد غنوشي منذ حين في تصريح يعني للإعلام، كل شيء وارد، قد يكون من داخل حركة النهضة بصفة واضحة أحد أبنائها وأحد قياداتها المعروفين، وقد يكون خلاف ذلك تماما. المهم سيستقر عليه قرار المؤسسة الشورى غدا وتداولات المكتب التنفيذي هذه الليلة، سيكون بطبيعة الحال ذلك هو القرار الأخير. ما الذي يحكم هذه التداولات؟ يعني أقصد ما الذي يحكم قرار حركة النهضة باختيار مرشح من داخلها للحكومة المقبلة على قرارها لاختيار مرشح من خارجها؟ الأمر يتوقف على عدة عوامل. العامل الأول هو أن تكون هذه الشخصية عندها قبول لدى الأطراف التي ستشارك في الحكومة. الأمر الثاني قدرتنا على التنسيق معها حتى لا يقع تناقض بين 3 رئاسات مثل ما وقع في التجربة السابقة مع نداء تونس لما كان السيد رئيس الجمهورية رحمه الله يتولى الرئاسة الأستاذ باجي قايد السبسي. يجب أن يكون هناك تناغم وتنسيق بين الرئاسة الثلاث، رئاسة البرلمان ممثلة بالأستاذ راشد غنوشي، رئاسة الجمهورية ممثلة بالأستاذ قيس سعيد، ورئاسة
الحكومة، لأنه حصل في التجربة منذ 8 سنوات الآن أن وقعت في بعض الأحيان جملة من الخلافات أثرت سلبا على أداء الدولة بصفة عامة، سواء الحكومة أو البرلمان أو رئاسة الجمهورية. وجميعنا يعلم ما انتهى إليه الخلاف بين السيدين رئيس الجمهورية الله يرحمه الأستاذ باجي قايد السبسي والسيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة المباشر الآن، وما انتهى إليه الخلاف إلى درجة بطبيعة الحال أثرت سلبا على أداء المؤسسات في الدولة وعلى القرار وعلى مرور القوانين وما إلى ذلك من شؤون الدولة بصفة عامة. وبالتالي يجب أن يكون هناك تناغم واشتراطات منذ البداية، وربما حتى التزامات وعقود بين هذه الأطراف. لا يمكن أن نكلف نحن شخصية ثم فيما بعد بطبيعة الحال تحصل بيننا وبينها جملة من التناقضات والاختلافات. طيب دكتور محسن، ختاما واستدراكا، وسؤال كان يجب أن أسأله في البداية عن منصب رئيس البرلمان وصلاحيات رئيس البرلمان في تونس لديكم، ما هي أهمية هذه الصلاحيات والمنصب الذي يشغله الآن الشيخ راشد الغنوشي؟ شوف، هو ثم جملة من المعاني اليوم خرجتها الصورة متاع البرلمان وترشيح الأستاذ راشد الغنوشي رئاسة البرلمان. الصورة الأولى هي يعكسها قول أن الصبر مطية لا تكبو، وأن الفاقد الصبر قنديل بلا زيت. نحن بلغنا هذه المرتبة بعد صبر طويل 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 جدا. الصورة الآن أو اليوم التي خرجت لما كان يسلم السيد رئيس المجلس السابق المؤقت السيد عبد الفتاح مورو الرئاسة للسيد راشد الغنوشي كانت رمزية ومكثفة ومشحونة بالدلالات، لجهة أننا نقف أمام قامتين أسستا الحركة الإسلامية حركة النهضة بتونس والآن تؤسسان الدولة. هذه الرمزية الأولى وهي بعد اعتباري رمزي. البعد الثاني واللي وصلنا لحقيقة الأمر لهذه النتيجة هو الصبر، لأن الصبر مثل ما قلت الآن مثل ما تقول الحكمة العربية هو مطية لا تكبو، وفاقد الصبر قنديل بلا زيت. هذه المعنى الأول. المعنى الثاني هو أن كنا الذين حاولوا أن يزيحونا عن المشهد بشتى الطرق، سواء بطريقة خشنة على نحو ما فعل الزعيمان أو الرئيسان السابقان لحبيب بورقيبة الله يرحمه وابن علي الله يرحمه، أو على نحو ما يفعل الآن آخرون بطرق ناعمة، لم يفلح هؤلاء جميعا في إقصاء حركة النهضة. كنا إيجابيين إلى أقصى درجة. أنا أعطيك على سبيل المثال أستاذ، إن عاش الذاكرة لبعض الذين يستمعوننا، تتذكرون جيدا في انتخابات 2014 لما أنتجت الانتخابات ما أنتجت، عرض علينا السيد رئيس الجمهورية وزير واحد، كان بإمكاننا أن نقول أن هذا الوزير لا يساوي حجمنا الانتخابي ولا يساوي 69 نائب ولا يساوي ثقلنا الاعتباري ولا رمزيتنا، ومع ذلك قبلنا ترفقا بالتجربة وطمأنة لشركائنا ومراعاة لوضع البلد. طيب، وبما أن العبرة بالنتيجة انتهينا لما انتهينا إليه. أنا نحب ندعو الإخوة شركائنا في العملية السياسية لو تتكرم بدقيقة أو أقل. تفضل، ولكن أيضا أجب على سؤالي حول أهمية المنصب من الناحية الرسمية، من الناحية الدستورية، يعني ما صلاحيات رئيس مجلس الشعب التونسي؟ نعم، صلاحياته واسعة جدا، لأنه من الناحية الدستورية هو يعلو على رئاسة الحكومة. يمكن أن يسحب الثقة من الحكومة، يمكن أن يسحب الثقة من وزير، هو الذي يتوقف عليه القرارات الحاسمة في الدولة، هو الذي يتوقف عليه تشريع القوانين. لديه أيضا رئيس البرلمان دور سياسي دبلوماسي خارجي فيه العديد من اللجان المهمة جدا والحساسة، ولها دور بطبيعة الحال سواء على المستوى الوطني المحلي أو على المستوى الإقليمي والدولي. بمعنى رئاسة البرلمان هي رئاسة مهمة جدا من حيث الصلاحيات الدستورية التي يهبها الدستور إلى السيد رئيس المجلس واسعة جدا. والنصف دقيقة أعطيك بدل الدقيقة حول الرسالة التي كنت تود توجيهها إلى الشركاء السياسيين للنهضة. الشركاء السياسيين للنهضة يتقدمهم التيار الديمقراطي وتتقدمهم حركة الشعب المحترمين. أنا نحب نقولهم المعنى التالي: نحن إخوة وأبناء وطن واحد. الخطاب القصوي المتشدد الرافض والعنيف رمزيا باتجاه رفض طرف معين والمعارضة المتشددة هذه تكون في الدولة الدكتاتورية، أما في الدول الديمقراطية خاصة إذا كان هذا الطرف وهو حركة النهضة يمد يده إلى كلمة سواء من أجل تونس، فالأفضل أن تأتوا إلينا ونأتي إليكم لمصلحة تونس. ترفقوا بالتجربة، ترفقوا بأنفسكم، لأنه نحن عنا نفس طويل 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 جدا. مشاكل البلد كبيرة جدا، 100,000 من تلاميذنا ترمي بهم المدرسة كل سنة إلى الشارع. عنا
أكثر من 80% من نسبة عنوسة. عندنا 1,700,000 فقير في تونس. جامعاتنا التونسية أصبحت غير مصنفة. التعليم في أدنى مستوياته. الفقر بلغ في تونس 2,250,000. عدد العازبات فاق 1,250,000 بين اللي عمرهم 25 و34 سنة. وإذا كان نحسب نحن أكثر من 34 سنة ممكن يوصل حتى 3 ملايين. هذه أثقال كبيرة جدا. تعالوا جميعا نتعاون عليها، ولنهضة أي إيجابية ومستعدة للتنازل لأجل عيون تونس ولأجل عيون الوطن. ونحن جميعا إخوة، ليس هناك ما يفرقنا بالمطلق، لا على مستوى التاريخ ولا على مستوى الإرث ولا على مستوى الهوية. الشعب التونسي كله متناغم من شماله إلى جنوبه، ونحن مستعدون لنمد أيدينا لكل شركائنا. هذه المحطة، محطة انتخاب رئيس البرلمان، كانت فيها خلافات، نحن مستعدون لبناء خطوة أخرى جديدة باتجاه تشكيل الحكومة، فتعالوا مرحبا بكم. نعم، ونتمنى لكم ولجميع أعضاء مجلس الشعب التونسي كل التوفيق. شكرا جزيلا لك القيادي في حركة النهضة دكتور محسن السوداني، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تونس.